كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. البالماريس. اليوم لحد مباراة احتفالية باش تجمع بين قدمائه للمساكن والمنتخب التونسي العام 96. وكيف نحكي على مساكن؟ نحكي على ولد جنين حواس زبير بيا السبع الحية زوبا، من مواليد 15 مايو 1971، متوسط ميدان سابق. بدايته كانت عام 1981 مع الهلال الرياضي بمساكن، يعني من اللي كان عمره 10 سنين. 10 سنين مع الهلال ورفاهم إمكانيات فنية وبدنية عالية خلته يتحول للنجم الرياضي الساحلي ويكون اللاعب الأبرز لمدة 6 سنين. في 16 ديسمبر 1994 زبير بيا شارك في مباراة ودية مع المنتخب التونسي ضد الجزائر، خلته يفك بلاستو في المنتخب ويخوض معه 81 مباراة سجل فيهم 16 هدف. شارك مع المنتخب التونسي في كأس العالم 1998 و2002 ومع المنتخب الأولمبي التونسي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 93 وفي دورة أتلانتا 1996. تم اختياره مرتين كأفضل لاعب كرة قدم تونسي، المرة الأولى عام 95 بعد ما فازت ليتوال بكأس الاتحاد الإفريقي، والمرة الثانية في 96 بعد حصول النجم على لقب الأميرة. زبير بيا ما كانش مجرد لاعب كرة قدم، زبير عرف كيفاش يمتع الجماهير بالأهداف الجميلة متاعه مع النجم الساحلي ولا مع المنتخب. شكون ينجم ينسى هدف زبير في مرمى ترجي قدام شكري الواعر بالذات في نصف نهائي كاس تونس الموسم 95-96؟ شكون ينجم ينسى بونتوه مع المنتخب ضد مصر في تصفيات كاس العالم 1998 وضد الكونغو في الكونغو في تصفيات كاس العالم 2002؟ تألق زبير خلاه يفكر كيما كل ملاعبي في الاحتراف. عام 97 اتنقل لألمانيا وتحديدا لنادي فرايبورغ، وين عرف تألق من نوع آخر وتسمى أول لاعب عربي يحمل شارة القيادة في فريق يلعب في البوندسليغا، وتم اختياره ضمن فريق القرن. فريق القرن اللي يضم أفضل 11 ملاعبي لعبوا لفايدة نادي فرايبورغ من 1900 إلى 2000، وثاني أحسن لاعب محبوب في تاريخ الفريق حسب استفتاء على طريق الانترنت في الموقع الرسمي لفرايبورغ. من ألمانيا زبير يبدل الوجهة لتركيا، وين يلعب في صفوف نادي بشيكتاش لمدة موسم وحيد 2001-2002 قبل ما يتحول لقطر ويخوض تجربة قصيرة دامت 6 شهور مع العربي القطري. 2003 زبير يقرر يرجع للنجم، عامين تحصل فيهم مع ليتوال على لقب كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس الكرة القدم. زبير بيا منتمى وسيلة الشباب والطفولة في تونس، السيد عبد الرحيم السواري يرفع الكأس الغالية في لحظات ولحظات ولحظات تبقى في التاريخ وتبقى في ألبوم الذكريات. 2005 زبير يرجع للهلال، زوز مواسم مع الهلال قبل ما يعتزل في آخر مارس 2008. حفل تودية حضروا فيه ألمع الوجوه الرياضية على غرار سامي جابر من السعودية، حسام حسن من مصر، نور الدين نيبد من المغرب، المدرب الحالي للمنتخب كاسبر زاك، وبرشا نجوم أخرين. كما حضروا زملاء زبير كما طارق ذياب، حاتم الترابلسي، سامي الترابلسي، عادل السليمي، لطفي الحسومي، ياسين الشيخاوي، زياد الجزيري وغيرهم. زبير حاليا محلل رياضي في أبوظبي الرياضية، مشرف على احتفالات الهلال بالسبعينية. نتمنى له كل التوفيق والشفاء العاجل لوالده زوبا ابن الهلال ومدلل النجم الرياضي الساحلي وجماهيره. البالماريس. كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها.